كسب ارزاق، قرار الحب مش بايدك، هتتعب كل ما تدور، ده زي الرزق مستنيك فمش مستاهلة تتهور، مفيش ولا حاجة مالي عينك عشان النية مش صافية، في ناس عايشين سما. بحب اسمي، بيحسسني ان غاليه وصعب الوصول ليا. حازم سيف الدين، اسم سينمائي وشكلي كمان. والله اجيب لك منين؟ طيب انا يا نهار اسود الشنطه. انت بجد انسان محترم وذوق قوي. ما قلتليش صحيح انت اسمك ايه؟ بتقولي شبه عمر الشريف بس نفس الفصيله المز دي. ايه ده، انت عندك اكاونت على الفيسبوك؟ ايه ده طبعا، يعني ده عم عبد البواب عنده اكاونت على الفيسبوك. اخيرا وافقتي تشوفيني. التقل ده بس؟ لا مش تقل ولا حاجه، بس متهيألي يعني ما كناش نعرف بعض كويس. بس انا حاسس بقى ان انا ما اعرفش عنك غير حاجات قليله. هو انت سالتني على حاجه انا ما جاوبتش عليها؟ شايفيني يا زفه؟ الواد عمال يزكل وعمال يقصد. مين العيان؟ ابني. ابنك؟ معلش بعد اذنك، انا لازم امشي عشان ابني تعبان. عرف اني مخلفه، اتقلب بقى واحد تاني خالص. دايما يكون نزل عليه سهم الله طز فيه، ولعلمك بقى هتلاقيه كمان ربع ساعه بيتصل. لا يابا، يا المشرحه ناقصه قتله، ده على راي المثل، يا مربي في غير ولدك يا بني في غير ملكك. عشان يعني ابدا حياتي مع واحده شايله على كفاها عيني؟ طب ما تصاحبها شويه خلاص. اصاحبها ايه يا اخي؟ بقول لك عايز اتجوز واخلف. يا اخي انت ما شاء الله عليك زي الفل في كل حاجه، عيبك الوحيد التردد. كل ده حصل ليه طالما الموضوع هيخلص بسرعه كده؟ انا جايب لك حته عريس وقايله على كل الظروف ومستعد اتجوزك ان شاء الله دلوقتي حالا. بحازم بعت رساله على الواتساب. ما ترديش. خلاص يا معلم، دوس واتصل وانجز. انا برضو لسه ما حسمتش امري، مش قادر اتقبل فكره ان هي مطلقه وعندها ولد. انا نفسي اعرف انت ليه ما حكيتليش الموضوع ده من بدري؟ طب قولي اسمها سما ايه؟ سما الشربيني؟ ايه ده، وانت عرفت منين؟ فاكر من فتره لما قلت لك انا جايبه لك عروسه بس مطلقه ومخلفه؟ هي سما، بس اظن دي علامه واضحه. بس انا برضو متردد من فكره ان حازم بجد بقى بلاش فكره التردد بتاعتك دي. انت ليه محسسني ان انت مثلا طالب ايدي وانا اتخبست عليك وخبيت عنك ان عندي ولد؟ طب بص يا ستي، انا بكلمك دلوقتي بشكل واضح وصريح، انا مستعد دلوقتي اجي اتقدم لك واطلب ايدك من اهلك. ما بقى موافقه ولا لا؟ شيء غريب جدا، انت عبيط افندم. بصراحه انت فاجئتني،
أنا محتاجة أفكر شوية. آه طبعًا، خدي وقت، معاكي 5 دقايق. أنت بتهزر؟ مسألة إنك تختفي فجأة دي ممكن تكون مقبولة أول مرة، بس المرة دي صعبة أوي يا حبيبي. حازمين بقى إن شاء الله. ده واحد بيحبني وعايز يتجوزني. مين العريس يا حبيبتي اللي عاوز يتجوز واحدة مطلقة وعندها طفل وكمان عندها مشاكل إنها ممكن تحمل إيه؟ صدقيني يا حبيبتي لو لقيت العريس ده أنا هكون أسعد أم في الدنيا. أيوه يا حازم، لو سمحت إحنا ممكن نتقابل بكرة ضروري. تخيل واحدة تكون بتولد وتسأل على جوزها هو فين؟ يقولوا لها ما استحملش اشوفك بتتألمي. طبعا هتحس قد ايه هو بيحبها وقد ايه هو انسان رقيق. تخيل بقى ان ماما تروح البيت عشان تجيب لي حاجة تلاقيه هو واحد صاحبه جايبين بنتين وقلبين بيت عار. هو في كده؟ ايه الحقارة دي؟ ماما أصلاً ما استحملتش المنظر البشع اللي شافته ده، أغمى عليها على طول واتنقلت على المستشفى. الغريبة بقى إن أنا كنت قايلة لريهام صاحبتي إني حاسة إن ماما هتروح هتلاقي حاجة مش مظبوطة. غريبة، أكيد ده مش طبيعي، لازم يبقى مريض. لا وحياتك ولا مريض ولا حاجة، أنت لو شفته هتحس إنه بني آدم كويس قوي وراقي ومحترم. ده أنا صاحباتي أصلاً كانوا بيحسدوني عليه. سيما في ناس بوشين. وانت علاقتك شكلها عامل ازاي بيه دلوقتي؟ مفيش علاقه خالص، حتى ابنه ولا بيسال عليه ولا بيصرف عليه. يا ما بيشوفش ابنه خالص. عارفه انا لما بحلم بالجواز اكتر حاجه بفكر فيها العيال. نفسي اخلف ولاد كتير جدا، نفسي يبقى عندي 4 يعني لولادين وبنتين. انت عندك استعداد تجيبي ال4 اولاد دول؟ دي حاجة بتاعت ربنا طبعا. انا ما عنديش اي مانع اكون ام ال5 اولاد او 4، بس بس ايه؟ انا بصراحة يا حازم حبيت اقابلك النهاردة عشان اكلمك في موضوع الخلفة ده. الحكايه دي بقى هنرجع في كلامنا ولا ايه؟ انت لسه قايله دلوقتي ان عندك استعداد تخلفي. لو مستقطره 4 يا ستي نخليهم 3، بس مش اقل من 3. اوعدك اوعدك ان انا اعمل تامر زي ما بعمل ولادنا. المشكله ان تامر ابني انا خلفته عن طريق البيبي تيوب، يعني طفل الانابيب، كان بصعوبه جدا. بيبي تيوب؟ أنا عندي حالة كده، يعني حاجة زي التصاقات في الأنابيب، وده بيخلي الخلفة صعبة جدا. إيه؟ أطلب لك قهوة ونلغي الغدا؟ أصل أنا شايفة نفس الرياكشن بتاع المرة اللي فاتت. بص يا حازم، هي دي أنا. أنا متطلقة ومخلفة، واحتمال كبير ما أعرفش أخلف تاني. فلو عايز تكمل تمام، لو حاسس إنك مش قادر يا ريت تقول لي. ودلوقتي لا أبدا، مش عارف أقول إيه، بس مش عارف ليه مصممة تفاجئني بحاجات ما أعرفش عنها أي حاجة. المهم إن كلها حاجات مهمة وخطيرة. اللي أنت بتقوله ده مش حقيقي. أنا المرة الأولانية ما كانش مطلوب مني أحكي لك أي حاجة عن حياتي الشخصية، والمرة دي أنا جايب نفسي عشان أقول لك الحقيقة. يعني أنا ما خدعتكش. طب استنى، اللي فتحت الموضوع. يا سلام، فرقت في إيه يعني؟ أنا جايب نفسي بقول لك عشان أكلمك في موضوع الخلفة. كون إن أنت كلمتني فيه الأول ده ما يغيرش حاجة في الموضوع. أنت بتكدبني؟ مش بكدبك، بس يعني المفروض إنك أنت. أنا نفسي أجيب لك مراية تشوف شكلك دلوقتي عامل إزاي. واحد تاني خالص. أنا عايزة أمشي. استني يا سما. أنا همشي يا حازم، ولما تبقى عارف أنت عايز إيه
بقولي. مش هقدر اتجوزها. مش عارفه اقول لك ايه، بس يا حازم انت لو بتحبها بجد هتتجوزها من غير ما تفكر في اي حاجه تانيه. بس انت كده جارحها قوي. انت بقالك قد ايه ما كلمتهاش؟ شهر تقريبا. شهر؟ ده الموضوع كده خلص وانتهى. انا نفسي اعرف انت ليه ما خدتش رايي؟ واخد رايك ليه يعني؟ كمان انا طلعت السخنه وقفلت موبايلاتي كلها لما رجعت لقيت الدنيا متدربكه عندي في الشغل. وانا هناك قعدت افكر لقيت ان انا كده هبقى باظل لنفسي لو اتجوزتها. وكمان الحب مش كل حاجه يعني. صدقني يا حازم الجواز اللي من غير حب ما بينجحش. وبعدين ما تعالجها يا اخي لو ينفع. انت ايه مشكلتك، الفلوس او حتى اعمل بيبي تيوب؟ وبعدين اصلا الكلام ده لو هي رضيت ترجع لك. انا مش عارف افكر ولا عارف اخد اي قرار، حتى كلامك مش عارف ارد عليه. هانيه والنبي سيبيني اقعد مع نفسي دلوقتي. انت حر يا حازم. رايحة فين يا سما؟ نازلة رايحة النادي أنا ورهام، لقيتك نايمة ما رضيتش أقلقك. يا حبيبتي أنا ملاحظة إن أنتِ من يوم موضوع حازم اللي باظ ده وأنتِ مش عجباني، ممكن تيجي تقعدي معايا شوية عايزة أتكلم معاكي. مين ده عشان يبقى تأثيره عليكي بالشكل ده؟ الموضوع يا ماما مش موضوع حازم، الموضوع إن أنا حاسة إني محبطة بس. محبطة ليه بقى إن شاء الله؟ محبطة ليه؟ مش حال ما كنتيش عايشه معايا وعارفه كل ظروفي. يعني مثلا ليه واحده في سني تتحرم انها تعيش مع راجل بيحبها وبتحبه؟ هو انت بس يا بنتي لوحدك كده؟ مفيش زيك كتير واحسن منك، ووضعهم زي وضعك بالظبط. يا ماما انا الست اللي جوزها خانها وهي بتولد. فجأه بقيت انا اللي معيوبه وانا اللي عندي مشكله. مين قال ان فيك عيب ولا عندك مشكله؟ الواقع بيقول كده. جوزي اللي خاني ده اتجوز وعايش حياته عادي، مش كده ولا لا؟ وانا خدت لقب مطلقه. ومرمية في البيت اهو، ده غير موضوع الحمل والمشكلة اللي عندي. ليه دايما بص على مشاكلك انت بس؟ ليه مش بص على نعم ربنا عليكي؟ طب انا هقول لك حاجة،
لو انا هديكي دلوقتي 20 مليون جنيه مش هتبقي مبسوطه؟ لا مش 20، هديكي 100 مليون مش هتحسي ان انت فرحانه واسعد بنت في الدنيا ومحظوظه؟ اكيد. طب لو اديتك ال 100 مليون بس قلت لك هاخد ابنك ده منك، شفتي؟ حسيتي بنعمه ربنا عليكي؟ يا سامي يا حبيبتي، كل شيء في الدنيا دي اسمه نصيب، ولو ليكي رزق في الدنيا دي هتاخديه. جمالك ده رزق، صحتك رزق، ابنك ده رزق. كلامي صح ولا غلط؟ ماما والله العظيم انا راضي، بس ساعات بتحصل حاجات في حياتي بتطلعني لسابع سما، وبعد كده بلاقيها راحت من ايدي. طب كانت جت ليه من اصل؟ ايوه حازم، انا خدت لك ميعاد بكره مع احسن دكتور في مصر بيعمل الموضوع ده، ممكن تروح له بكره؟ اوكي خلاص، هعدي عليك بكره الساعه 8 بالليل. باي باي. المهم حمد لله على سلامتك ونورت مكتبك. الله يسلمك. طب والله يا زوم المكتب كان مضلم من غيرك. تسلم. ما قلتليش بقى هانيا ليه مستموته وعاوزه اتجوزك سما؟ اشمعنى يعني؟ هانيا عايزه تتجوزني وخلاص، وهي مقتنعه بيها، ده غير ان هي حاسه ان انا اول مره احب رجاله. بس تخيل فكره اطفال الانابيب دي جامده برضو. ما تدوس يا معلم. سما بقى موقفها ايه منك؟ بخش على الاكونت بتاعها بلاقيها كاتبه كلام يبين ان نفسيتها مش حلوه، يعني نوايات بقى خداع وكذب وحاجات دي يعني. احب اطمنك يا معلم ان الباب لسه موارب سيكا، انت تروح ميعاد الدكتور، لقيت الدنيا حلوه دوس. شوف ليه دايما بص على مشاكلك انت بس؟ ليه مش بص على نعم ربنا عليك؟ لو انا هديكي دلوقتي 20 مليون جنيه مش هتبقي مبسوطه؟ لا مش 20، هديكي 100 مليون مش هتحسي ان انت فرحانه واسعد بنت في الدنيا ومحظوظه؟ لو اديتك ال 100 مليون بس قلت لك هاخد ابنك ده منك. يا سامي يا حبيبتي، كل شيء في الدنيا دي اسمه نصيب، اسمه نصيب، اسمه نصيب. يا سامي ازيك يا حبيبتي؟ انت اتاخرتي كده ليه؟ معلش والله الدنيا كانت زحمه قوي. طب ليه غيرتي المكان؟ ليه ما رحناش النادي يعني؟ انت لو وافقتي هعرفك على حته راجل محترم وعارف كل ظروفك، قلت له كل حاجه عني، مستني مني بس تليفون كمان نص ساعه عشان اجي اتعرف عليكي ويتقدم لك. ايه يا بنتي اللي انت بتقوليه ده؟ هو انا هموت على الجواز وخلاص؟ اي راجل معدي؟ هو فعلا معدي، معدي فلوس ومستقبل وكل حاجه. لا يا رهان، هو انا لحقت انسى حازم عشان افكر في غيره؟ الله يخرب بيت حازم واليوم اللي دخل فيه حياتك اصلا. يا بنتي كفايه نكد وقرف، ده حتى يوم عيد ميلادك كنا المفروض نعمل فيه ونسوي قضيتيه في نكد وعياط. ليه؟ وعشان ايه؟ فوقي بقى يا سما من اللي انت فيه ده. مساله وقت يا رهان، كلها مساله وقت. بس انا عايزه اسالك سؤال، هو انا بني ادمه وحشه؟ يعني انا بعمل حاجه غلط مزعله ربنا مني؟ استغفر الله العظيم يا رب، ما تقوليش الكلام ده يا سما. بالعكس بقى، انت احسن من ناس كتير. وبعدين انت بس المشكله انك مش فاهمه الدنيا صح. بس انا عمري ما تمنيت حاجه وحققها لي، ولا في جوازي ولا في شغلي ولا في الراجل اللي حبيته، حتى ابويا اللي كنت بدعي ربنا ليل ونهار انه يطول في عمره يخليهولي، راح هو كمان. استغفري ربنا كده واحمديه وادعي له يحفظ لك ابنك. بلاش بقى اسمعك تقولي الكلام ده تاني. وبعدين ما انا اهو قدامك متجوزه ومش مبسوطه بجوازي، وشغاله موظفه زي اي موظفه تافهه، وبمرتب تافه، وبحمد ربنا وبشكره. انت كمان هتقولي لي نفس الكلام اللي ماما بتقوله لي؟ محدش فيكوا حاسس بيا. انا ما بقولش كلام حد، انت بس ثقي فيا وسيبيني اكلمه واعرفك عليه. الدكتور يوسف الجبالي ده راجل محترم جدا. بقول لك يا ارهام، اوعي تعملي حاجة من غير ما تقولي لي، وما تحرجنيش مع حد، ابوس ايدك. بقول لك ايه، وانا عبيطة؟ انا عارفة ايه اللي يناسبك وايه اللي ما يناسبكيش، بس انت مش ورايا. وبعدين يا ستي لو ما عجبكيش نديله سكة. خلاص فكي بقى يا شيخة قطع الرجالة وقطعت سيرتهم. شوف
شوف يا فندم، في اسباب كتيره قوي للالتصاقات، منها مثلا عمليات فتح البطن، الالتهابات في الحوض، جفاف الانسجه اثناء اجراء العمليه الجراحيه. يا دكتور انا مش عايز اعرف هي بتيجي من ايه، هي دلوقتي موجوده في علاج بقى ولا مفيش؟ طبعا انا بنفسي عملت دراسات في الموضوع ده يا دكتور. المهم في علاج ولا لا؟ طب ممكن نشوف الحاله الاول، عشان احنا كده بنتكلم كلام نظري، وانا عاوز احدد بالظبط انتوا عايزين ايه يا دكتور. كل الموضوع ان احنا محتاجين راي طبي عشان ناخد قرارات مهمه جدا. قرارات زي ايه بالظبط؟ قرارات خاصه بالجواز. طب ممكن افهم مين اللي هيتجوز، حضرتك ولا حضرتك؟ يا دكتور صلاح، الحاله اللي احنا بنكلم حضرتك عنها دي حاله عروسه حازم اخويا. يعني افهم من كده يا استاذ حازم ان هي لو ما بتخلفش وانت بتحبها برضه مش هتتجوزها؟ هو حضرتك دكتور امراض نساء ولا دكتور امراض عصبيه ونفسيه؟ طبعا دكتور امراض نساء. طب ما تجاوبني في النساء يا دكتور، في علاج ولا ما فيش؟ في تقنيات جديده، في اطفال انابيب، وكل دوت بيساعد على كثره الانجاب، بس ده طبعا بيرجع لايه؟ شده الالتصاقات. المهم ان في حل، مش مساله مستحيله. طبعا مفيش حاجه مستحيله في الطب، وبرضه مفيش حاجه مضمونه 100%. انا وحظي يعني. المهم ان في امل. طبعا انا كده قلت رايي الطبي، ممكن تسمحوا لي ان اقول رايي الانساني؟ اتفضل. شوف يا استاذ حازم، لو نويت تتجوز ما تتجوزش الست اللي انت حاسس انك عايز تعيش معاها، اتجوز بس الست اللي ما تقدرش تعيش من غيرها. استنى هنا، انا عايز اعرف انت ساكت ليه دلوقتي؟ اقول ايه يعني؟ قولي رايك في اللي انت سمعته. انت رايك ايه؟ المهم رايك انت. وعموما يا سيدي بالنسبه لرايي انا، فانا شايفه ان بعد اللي احنا سمعناه من الدكتور ده اظن مالكش حجه، ولازم تصلح الموقف. وانا لو ما كنتش مسافره السخنه بكره انا كنت جيت معاك وصلحت الموضوع. اتمنى انك تكلمني بكره تقولي انك عرفت تظبط الموضوع قبل ما انت كمان تسافر المانيا. ان شاء الله. شكرا عني على كل حاجه. حلو قوي. يعني هو قال لك ممكن يبقى في حمل؟ قال لي ممكن وممكن لا. عادي. طب ما انت ممكن تبقى سليم وهي برضه سليمه، برضه ما تخلفوش. يا ابني دي بتبقى ارزاق. بص اعمل اللي انت عايزه. انا بيني وبينك اتخنقت من الموضوع ده. بصراحه بقى يا حازم، انت من ساعه الحكايه دي وانت منفض الشغل خالص. الدنيا بتقع. كده مش هينفع يا برنس. انجز في الموضوع بقى. تتجوزها تفكك منه وتريح نفسك وتريحنا. يا اخي كل لما اخد خطوه في الموضوع ده الاقي نفسي متكتف. مش قادر اخد فيه قرار. عموما انا مسافر المانيا قاعد 20 يوم هناك، لازم هناك ارجع بقرار حاسم. Thank you.
ايوه علاء، انت جيت يا كبير. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. بقول لك ايه، تقدر تخش على النت دلوقتي؟ اه طبعا اقدر. ليه؟ خش على صفحه سما كده، شكلها عمال يتبقى. يا راجل بستنى كده، انا فاتح الفيسبوك اساسا. هي الصفحه بتديك ايه؟ انا بلبل. اوبا، يبقى رزعك بلوك يا معلم. انت متاكد؟ اه طبعا، صفحتها قدامي اهي. طيب معقول؟ معقول سما تكون ضاعت مني؟ أنا خلاص حسمت الموضوع. لا يا سما، أرجوكي أرجوكي سامحيني. أنا اللي ضيعتها، أنا اللي ضيعتها. غبي غبي. ركز بقى واسمع مني، اقول كلام عمره ما اتقال. وصل يا ابا اسمع فني، ده مهرجان الدنيا شمال. عندنا موهبة قادرة تغني المهرجان والموال. مساء الخير. واحد لونج ايلاند. انا كمان والنبي هات لي زي منور يا حازم بيه. تصدق ان انت اخر واحد في العالم انا محتاج ان انا اشوفه دلوقتي. ليه يا اخي؟ ده احنا بنحبك. هو البعيد ايه؟ تيس جبله يا اخي، انا ولا بحبكوا ولا بطيق. خلاص على فكره انا هفاجئك مفاجاه، انت دمك تقيل وقرا وعايش حاله مش حالتك. وعلى فكره مايا كمان ما بقتش تجيب سيرتك وزعلانه منك. وانزل على الارض وعيش وسطينا يا اكسلانس. لا صعب، صعب جدا، ما اقدرش انزل للمستوى الزباله اللي انت فيه ده. على فكره انت كلك عيون، مغرور ودمك تقيل وبايخ واكتر من كده بكتير قوي. وعايز اقول لك كمان ان احنا ما بقيناش نحبك. اديني الكاس بتاعي يا اكسلانس بعد اذنك عشان امشي واسيب له الدنيا كلها. سعيده يا كامل الاوصاف. معقولة واحد زي ده يشوف فيا أخطاء وعيوب؟ طب ما هو أكيد فيك أخطاء وعيوب يا حازم. كبر وتردد وطمع، عايز كل حاجة على مزاجك. فاكر نفسك إيه؟ دلوقتي بس اتأكدت إنك بتحبها بعد ما راحت. بس مش لازم أستسلم، لازم أحاول. Thank you.
أزومة. أيوة علاء. ها نزلت؟ لا لسه ما نزلتش. طب وبعدين؟ أنا خايف لأكون مش فوق أصلا. أنا بفكر أطلع لها. لا 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 يا ابني تطلع فين؟ بلاش هبل. أنا بقالي 4 ساعات واقف الوقفة دي. أنت إيه ما عرفتش توصل لحاجة؟ بصراحة لا خالص. بس أنا بفكر يعني ممكن تبقى. طب اقفل اقفل. نزل تاني. مع السلامة. سما حازم انت بتهربي مني ليه؟ كلمت كتير تليفونك مقفول والفيسبوك انت عامله لي عليه بلوك. انت عايز ايه؟ جاي ليه دلوقتي؟ انا جاي اعتذر لك واقول لك ان انا كنت غلطان وغبي ضايع من ايدي اكتر واحده حبيتها في حياتي. أنا مستعد أتجوزك دلوقتي حالا وكل أمل إن أنتي تسامحيني. أنت بقالك 2 شهر مختفي وجاي دلوقتي تقولي كده؟ 2 شهر أكلمك ما تردش، بسمع إنك مسافر وبتروح وبتيجي عادي جدا وأنا مش معبرني خالص، ودلوقتي قررت فجأة إنك تتجوزني والمفروض إن أنا أفرح وأتبسط وأزقطط إن الباش مهندس حازم سيف الدين بيه هيتقبل عيوبي البشعة ويتجوزني، مش كده ولا ايه؟ هو ده اللي انت مستنيه؟ انا عارف ان قلبك طيب وانك هتسامحيني، والاهم من ده كله انك بتحبيني زي ما انا بحبك. معلش زي ما تقول كده كان فيه وخلص. كان فيه وخلص. معلش بعد اذنك عشان خطيبي جاي. وإسمتك لسه في علم الجيب مجال.
نسيت